للمرة الثانية على التوالي تستضيف الجمعية العلمية للمعلوماتية فعالية ساعد برمجة بحضور أكثر من 80 طفلاً على مدار 7 أيام. فعالية ساعة البرمجة الأور أوف جود هي فعالية حدث عالمي مع 180 دولة، 100 مليون طفل تقريبا عم يتدربوا مع بعض بنفس التوقيت. هي ساعة البرمجة هي عبارة عن حدث عالمي، عبارة عن تدريب الأطفال واليافعين من عمر 4 سنين على علوم مهارات برمجية جديدة عن طريق الألعاب الذكية، وهي بتكون عن طريق أونلاين عبر الحسابات خاصة للأطفال. لكل طفل له حساب خاص فيه ضمن مخابر الجمعية بإشراف مدربينا، راح يتم تدريبهم على هي المفردات الحديثة والتقنيات الحديثة. نحن بالجمعية بنآمن بنشر ثقافة البرمجة لأنه نحن هالعصر التكنولوجيا والتطور، فهالشيء نحن دائما بيحفزنا أنه ننشر هالثقافة بين الأطفال واليافعين وندربهم دائما على أحدث التقنيات لحتى يواكبوا التطور ويتعلموا دائما البرمجة، لأنه هي بتنمي قدراتهم العقلية وبتساعدهم على تطوير مهاراتهم. مداخلتي اليوم بهذا الإيفنت كان لها علاقة ببناء مهاراتهم لهدول اليافعين او الاطفال باستخدام التكنولوجيا الجديده اللي نقدر نحن نوصل لشيء بنقول له مهارات القرن 21 او الفور سيز، اللي هي الشغله اليوم في جلوبال ورك فريم للمتعلمين، وخصوصي بعد كوفيد اضطرينا نحن نستخدم اساليب تعليم جديده اللي هي استخدام التكنولوجيا الجديده والتواصل عن بعد لنقدر نوصل هي المعلومه للطلاب. مداخلتي كانت لها علاقه بس نحن نركز على 4 مهارات اساسيه: التواصل، العمل كفريق، التفكير الناقد والابداع، لنحن نقدر نسلح هدول الأطفال بمهارات جديدة يقدروا يجابوا تحديات الحياة الجديدة وكمان يوصلوا لأهدافهم سواء الأكاديمية العلمية أو حتى الشخصية. ساعة برمجة فعالية عالمية تابعة لمنظمة code.org تنضم من خلالها سوريا إلى أكثر من 180 دولة حول العالم. يتعرف الأطفال من خلالها على أهم المهارات والمعارف الأساسية في عالم الحاسوب. شعوري انه انا مبسوط بساعة البرمجة، انه حلوة انه هيك حبيتها، فانا حبيت انه شارك بالجمعية المعلوماتية كرمال انه استفيد منها. منبسط وبتعرف على اصدقاء جدد وبنفس الوقت بتعلم. انا حبيت شارك لانه كتير رح تفيدنا بالمستقبل ونتعرف على علوم البرمجه. حبيت شارك بالجمعيه المعلوماتيه عشان نكون نتعلم البرمجه ونكون افضل، عشان بناء مستقبل افضل. ساعه برمجه خطوه اولى لانطلاق الاطفال في عالم الحاسوب والمشاركه في المسابقه العالميه كالماراثون البرمجي للاطفال واليافعين او المسابقه البرمجيه.